زكاه شيخ بس يا عز حالي من رجال المفاليس اللي تضايقهم وجه الدياي. هاي زايد ما شاء الله يحييك يا شيخ طلال. والله العظيم ما جيت كنا انسدنا وانها فرحتنا. اشهد الله انت جدي يا اخي. الله يرحم ابوك اجمع جوك في الجنه. نص القبيله عيال زايد عز الله ونعم ونعم مليار. الله يهلكم جميعا. لبعيك ما عليك زود. بالنسبه لموضوع الوقف ما عاد ازيد على كلامكم شيء، لكن هذا الوقف والله العظيم انه خير، خير لكل من يتابعنا، وما في احد بيتبرع في هالوقف الا والله نشوف حسنته في الدنيا قبل الاخره، وشوف تاثيره وبركته عليه قبل الاخره، هذا شيء مضمون. الوقف مصرح من الدوله ومعتمد، يعني ما في اي مجال للشك او انه يدخل بالك اي شك. ف 250 ريال لو بتحطه في الوقف هذا ترعى لك سبع اوقاف، وما تدري يمكن العمل هذا يدخلك الجنه. يا سلام. ما حد منا بيدخل الجنه باعماله، ما بيدخل الجنه برحمه الله سبحانه. فما تدري يمكن الله يرحمك بسبب العمل هذا. يا سلام. فتبرعوا والله العظيم انه خير لكم. الله يسعدك. هذا نصيحة والله لكم من يتابع. الله يرضى عنك يا زايد. مسلط. الله يرحم والديك يا ابو غلا والشيخ طلال، اسعدنا اليوم جيته. الله يسعدك الله يقدرك. يوم نتكلم